في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ولضمان شروط الصحة والسلامة بالنسبة لكافة المغاربة والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة اعتماد كافة التدابير الوقائية والاستشفائية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، وعلى غرار كافة الجماعات الترابية بالمغرب، انخرطت جماعة سيدي عزوز التابعة لنفوذ عمالة إقليم سيدي قاسم في تفعيل توجيهات وإرشادات وزارتي الداخلية والصحة من أجل التصدي لهذا الوباء والحد من فرص انتشاره عبر تكثيف حملات التطهير والتعقيم والتوعية، والتي استهدفت للأسبوع الثالث على التوالي مختلف المرافق العمومية وأزقة الدواوير التابعة للجماعة. ومنذ إعلان الحرب على هذا الوباء بالمغرب وتحت الإشراف الدقيق والمتواصل للسيد الحبيب نذير عامل الإقليم، انخرطت جماعة سيدي عزوز بمعية قائد قيادة مولاي عبد القادر ورئيس دائرة تلال الغرب ورجال السلطة وقوات مساعدة وعدد من جمعيات المجتمع المدني بالإضافة لمتطوعين من سكان المنطقة. الكل اعتبر مواجهة هذا الفيروس واجب وطني وضرورة ملحة للاصطفاف خلف قائد الأمة جلالة الملك نصره الله. كذلك وجب التنويه بانضباط ساكنة سيدي عزوز باعتبارها ضرورة ملحة للقضاء على انتشار كورونا، حيث استجاب المواطنون لنداءات التوعية والتحسيس. إذن هو أمل كبير كانت سيدي عزوز بمختلف مؤسستها المدنية والعسكرية وكباقي جماعات إقليم سيدي قاسم جنود مجندون في حربنا على هذا الوباء، رفع الله عن بلدنا العزيز. جاتنا الدعوة من عند جماعة سيدي عزوز باش نحضروا في هاد باش نحضروا لتتمة عملية التعقيم من أحد الدواوير اللي كتنتمي لجماعة سيدي عزوز، وانا بدوري كنحضر هنا باش نوصل الميساج ديال النادي ديالي كامل، اللي هو الاحتياط واجب علينا والوقايه خير من العلاج، وباش نعاون المراه سورتو المراه القرويه باش تحمي ولادها وتحمي دارها، وباش نوعي الناس الى على داكشي اللي قديت عليه. وكنتمنى تكون هاد الحمله ناجحه. ومر انخراط جماعه سيدي عزوز في العمليه التعقيميه لحد انتشار فيروس كورونا، ووعيا منها في تنفيذ ما جاءت به المبادره الملكيه من مبادره ساميه لحد انتشار هذا الوباء، وتنفيذا لتعليمات السيد عامل عماله اقليم سيدي قاسم، وبانخراط جميع فعاليات وبعض فعاليات المجتمع المدني في جماعة سيدي عزوز بدينا باستئناف عملية التعقيم بعدما تسمى المرحلة الثالثة بعد سقطها مرحلتين من عملية التعقيم شملت جميع دواوير الجماعة. الآن تمت العملية الثالثة من عملية التعقيم وهو استئناف للعمليات السابقة، انخرطوا فيها بعض الفعاليات المجتمع المدني وفاعلين آخرين والسلطات المحلية والساكنة سيدي عزوز، انخرطت في العملية هذه. ونحن الآن جنود مجندون وراء صاحب جلالة وراء الساكنة كاملة من أجل الحد من انتشار هذا الوباء إن شاء الله. كنت وضعت التطوع ديالي مسبقا على مواقع التواصل الاجتماعي، فبقيت استحسانا من قبل الناس المسؤولين اتصلوا بيا. انا اليوم كنقوم بهذا النشاط هذا اطار الاستمراريه اللي كتقوم بها جمعيات المجتمع المدني بجانب الجماعات المحليه والسلطات المحليه في اطار محاربه هذا الوباء المتفشي كوفيد-19 معروف كورونا. احنا اليوم جنود مجندون وراء جميع الهيئات وجميع الفعاليات بما فيها مجتمع مدني ورئاسة ديال الجماعة والسلطات المحلية، وتنفيذا لتعليمات لصاحب الجلالة نصره الله. بعد هذا الاجتماع الذي نحن بصدده سوف تنطلق عملية التعقيم بدوار أولاد حماد، كذلك تحسيس وتوعية جميع المواطنين والمواطنات من أجل البقاء في البيوت ديالهم. هذا التعقيم تهمنا الدرجة الأولى الأماكن اللي تجمعوا فيها الناس والأماكن ذات الحركة التجارية كمول الحوانت البقالة وكذلك المستوصف الجماعي ونقاط جلب الماء كالآبار والسقايات والعيون. وهذه العمليه اللي تشوفوا راه تمر بها جميع الدواوير ديال الجماعه ان شاء الله، وذلك بتعاون مع السلطه المحليه وعلى راسهم السيد القائد والقوات المساعده والدرك الملكي وجمعيه المجتمع المدني. واخيرا ندائي لجميع ساكنه سيدي عزوز ان يتبعوا تعليمات السلطه المحليه وتوصيات وزاره الداخليه. الخوت بقاو في داركم الخوت، وكورونا تفوت.